سؤال أجيب عن أسئلة، لكن السؤال ربما فيه خصوصية وأجيب عنه إن شاء الله. هذه أخت متزوجة تطرح سؤالها، ترجو لها جواب أو معالجة على الأقل على إيجاد الحل، وهي تقول إنها تتزوج برجل بشاب مسلم ملتزم، وكانت الحياة بينهما عادية، لكن هذا الشخص ربما انصرف عنها وهجرها في فراشها، وأصبحت في بعض المرات هي تدعوه إلى الفراش لكنه يتأبى ويرفض ذلك، ومتذرعا بأنه يريد أن يحافظ على صلواته الصلاة، وأنه يريد أن يكون طاهرا، أو أن له انشغال بالعلم وما إلى ذلك. وهي تتحدث طبعا عن نفسها، عن إحساسها بألم من هذا، وتريد، لا أذكر التفاصيل كثيرة، ولكن هي تريد معرفة الحكم وتوجيه الخطاب للرجال أصلا، وهي لا تريد أن تعرف فقط لأنها تحس بالألم. أقول للإخوة جزاكم الله خيرا، إن طاعة الله تعالى تكون طاعة في السر والعلن، والطاعة التي يؤدي الإنسان في السر في العلن هي واضحة وبينة، ولكن طاعة الإنسان الله تعالى في بيته وفي أهله هي جزء من الطاعة كذلك. حينما يقترن الرجل بالزوجة، الإسلام يقرر دائما بأن هنالك علاقة معينة، وهي علاقة جنسية يجب أن تلبى بالنسبة للرجال وبالنسبة للمرأة. فأنتم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن المرأة التي يدعوها زوجها إلى الفراش فترفض عنه ذلك فإنها تبيت وقد غضبت عليها الملائكة، تعرفون هذا الأمر. هذا لماذا؟ لأنها ربما لم تعتبر إحساسه بأنه في حاجة إلى هذا الداعي الجنسي، وبالتالي كأنه يريد أن يكون غير متشوف إلى امرأة أخرى، فلذلك وجب المرأة تستجيب لزوجها في الحدود طبعا المعقولة. هذا الإحساس تجده المرأة حينما تجد زوجا يبتعد عنها ويتذرع بأن الصلاة تمنعه من ذلك، هذه الذريعة ليست صحيحة. إذا كان الشخص يريد هذا كان عليه بالأساس أن لا يتزوج، من الأساس يبقى للصلاة ويبقى في شيء في شيء في شيء في شيء ركنة ولا في شيء قنت، وما يتزوج ما يدي معاه ما يديش الإثم ديال شيء آخر، يبقى ما غاديش يجي شي واحد يقول فرض عليك أنك تزوج. لكنك حينما تلتزم يصير حقا للمرأة عليك هذا الذي تطالبك به وجوبا شرعيا، ماشي مسألة اختيار ديالك، لأنك اقترنت. تعرفون أن حكم أن الزواج نفسه هو زواج يعقد، أعطى فيه الشرع الحق للمرأة أو للرجل كليهما إذا كان هناك عيب من عيوب الزوجية، إذا لم يكن هناك قدرة للرجل مثلا على الجماع وتزوج امرأة، لم تطلع المرأة على ذلك إلا بعد أن دخلت فوجدت أنه مثلا قاصر أو عينين أو كما يقال، أو أن الرجل طلع على المرأة فوجد أن فيها شيء من عيوب الزوجية، القرن والعفل والبخار. وتعرفون كم تحدث الفقهاء في هذه العيوب؟ لماذا؟ لأنها شيء تتأسس عليها الأسرة العادية، هذا ليس شيئا حراما. إذا كان الشخص يريد أن يحافظ على صلاته فهل يتصورنا جميع الذين هم الآن في المساجد في الصلاة ليس لهم زوجات؟ ووحده اللي غادي يحافظ على الصلاة ثم لا يأتي أهله؟ لا، طبعا يحافظ على صلاته ويتوضأ ويقوم للوضوء في وقته، هذه قضية لا يكفي فيها التنظيم. ها؟ أنتم تتصورون كيف كان الناس يحافظون على صلاتهم وعلى طهارتهم في الخيام، الناس كانوا ساكنين في الخيام، كيف كانوا يحافظون على صلواتهم وهم يسكنون في الجبال في الثلوج، الناس كانوا ينزل عليهم الثلج بالمتر وفي بيوتكم، وكانوا يأتون أهلهم والبرد الشديد، ومع ذلك كانوا يحافظون على صلاتهم، وكان الإنسان ضروري يحافظ على صلاته. وإلى هنا نقولوا هذا الإمام اللي دائما في الجماعة نخصه كان ما تكونش عنده الزوجة، خصو يكون عذري باش يكون إمام، باش يصلح لنا إمام، لا يكون عادي ولكن يرتب الأوقات دياله بين صلنا عليه، ما كانش شي حاجة من هذه الأشياء بالليل ولا بالنهار ولا بشي، وعلى كل حال عارف ماذا يفعل. لا، هذه نوع من التهرب ليس صحيحا وليس حجة لا أمام الله ولا أمام المرأة أبدا. فكما أن الرجل يطلب من زوجته إذا كانت تتأبى عليه ويذكرها بهذه الأشياء، فكذلك الرجل يجب عليه أن يفعل ذلك. وحينما جاء الرجل، جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وقالت ويتشكو زوجها إن زوجي رجل صالح يصوم النهار ويقوم الليل، فقال لها نعمة
البعل بعلك نعم الزوج زوجك. فكررت هذا الأمر مرات، ثم قالت له ثم قال لها أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، ليس عن هذا تسألك، إنما أسألك عن فراش. فقال: كما أنك قد فهمتها فاقضي بينهما. فقضى على الرجل بأن يأتي زوجته مرة كل ليلة في أربع ليالي ليلة. قال: من أين استفت هذا؟ قال: لأن الله تعالى منح الرجل أن يتزوج بأربع، فلو كان هذا الرجل قد تزوج بأربع لم تكن لها إلا الليلة الرابعة. إذا كنت تزوج أربعة ما غاديش يمشي عندها كل ليلة، غادي يكون عندها الليلة الرابعة والثانية. فبما لم تزوج الأولى والثانية والثالثة نخليها له ليه؟ هذاك حق الذي استمتع. والرابعة ولكن يكون مع زوجته. لماذا؟ لأن أسر هذا المسلمين يجب أن تكون أسر منطقية وعادلة وطبيعية. هذه المرأة إذا لم تكن تقية ولم تكن صالحة وتسألها هذا السؤال، يمكن أن تخون زوجها أو لا؟ أيما أحسن، أن يقول الرجل قد وفى بشروطه وبزواجه كذا، أو أن غدا من غدا يجي واحد يقول له زوجتك تخونك مع إما يمكن خيانة طويلة مع أخيه ولا مع شي واحد من الأسرة ماشي من برا، يكون هالشيء ولا ما يكون شيء؟ يكون هالشيء. لما تدفع بها إلى هذه الفاحشة؟ لا يجوز للرجل أن يفعل هذا الأمر، لا يجوز للرجل أن يلجئ المرأة إلى أنا أتصور أن الرجل ليس جوابه الجواب صحيح، جواب ديالنا ماشي صحيح ديال الصلاة. لا، قد يكون له مرض، قد يكون به مرض، ربما معه لا يستطيع أن يكون في حالة طبيعية ليأتي زوجته. هذا نقول له يجب أن يذكر هذا لزوجته ويستعين بالله معا ويطلب الطب، وقد يأتي الله تعالى بعلاج إذا كان هذا. لأن ما أظن أن رجلا، لأن الداعي الجنسي في ذاته هو نفسه يبحث لصاحبه عن ألف حل وحل، لو كان هو الشخص يجد قوة واندفاعا إلى المرأة لما كان قضية الصلاة التي تمنعه من ذلك، لأنه يكون مدفوع إلى هذا بقوة غريزية جامعة، وبالتالي هو سوف يأتي أهله وينظم وقته. هذه مسألة عادية هذه. إذن فأقول للإخوة الله يجزيكم بخير، هذه أشياء تقع في داخل البيوت، طبعا لا يسمع الناس بها إلا من هذه الأسئلة، ولكن البيان قد ربما تكون هذه المرأة قد سألت سؤال، ولكن يمكن أن يكون هذا الموضوع يعني عدد كبير من النساء. نقول إن المرأة في هذا المجال لا يجوز أن تظلم من قبل رجل مسلم. لو ظلمها إنسان غير متدين لقلنا إنه تائه وإنه يقضي حاجاته في الفجور والفسق، هذه تكون معقولة تكون واضحة. لكن حينما يكون الرجل ماشي معقولة بمعنى مقبولة، أي توجد لها تفسير، ولكن حينما يكون الرجل مسلما فمن إسلامه أن يعطي كل ذي حق حقه. هذا الأمر دائما ما مطلوب فيه أنه هنالك علاقة شرعية، هناك علاقة جنسية، تكون المرأة بالنسبة إلى زوجها راضية بذلك بناء على إقبال وعلى. أما قضية العنف في البيت أو كذا أو الإعراض أو التمرد، هذه مسألة نوع من الفرار. المرأة تتزوج إذا طلبته ينوض يزعف عليها وكذا، الزعف هو الفرار، هو الخوف، هو العز، معناه ما قد ماشي ما يندوب باش يجاوب يمشي يطلع إلى جبل، يطلع الزلاغ الفوق، يطلع الزلاغ وبقى يزكيت. لا، هذه امرأة وثم لأن بيوتنا هذه يجب أن تكون بيوت استقرار. الذي يتأثر بهذا وذاك هو الأسرة، هي الأبناء، هي الناشئة. والبيوت المسلمة يجب أن تصير الآن بيوت، وهي الحمد لله كذلك، بيوت كل المتدينين هنا بيوت نموذجية في الوفاء وفي الأخوة وفي الصدق وفي كلها الحمد لله. بيوت احنا نعرفوا بالبيوت المتوترة هي بيوت أصحاب المخدرات والفساق والفجار، هؤلاء الذين يشكون من المخدرات لأن عندهم الخمر في الدار وعندهم المخدرات وعندهم أشياء كذا. أما البيت الإسلامي هو الحمد لله منظم بتنظيم الإسلام بالحكمة الإسلامية كما ذكرت لكم. ولذلك أقول إن هذا الإخوان الذين يكونون من هذا الوصف يحاولوا إن شاء الله أن يستعينوا الله تعالى على إصلاح هذا الوضع، إما بالمراجعة إذا كان هذا الأمر عاديا أو كان هذا إصرارا من هذا القبيل، أو بالمعالجة وبالمكاشفة كذلك. الرجل ماشي يقول لزوجته هو ربما هو لا يجد شهوة أو رغبة لأن له كذا وكذا وكذا، ويطلب العلاج ويطلب الطب. وإذا ذهب الإنسان عند طبيب ليقول له كذا وكذا فهذا ماشي حرام، هذا مرض ككل الأمراض، يحدث نفسه على طبيب أو ويذكر إن شاء قاع استكتمه وقل ما تكون شيء كلام الله يخلي بيني وبينك ما فيها بس. والمرأة عبر التاريخ كانت، احنا عندنا في
في التقاليد المغربية، أن تكون التقاليد المغربية، كانت المرأة تأتي إلى القاضي، تأتي في وسط الناس، لكنها لا تقول بأن زوجها لا يأتيها. كانت عندهم قاعدة تقليد أن المرأة تجلس، كان القاضي غالبا يجلس، تأتي تجلس وتزول الحذاء ديال البلغادي لها ولا النعل وتقلب، تقلب داك اللي تحطوه، ما هي ما تكلمش، لا تحشم باش تكلم على هذا الأمر. فمجرد ما كل ما تشوف القاضي بأن المرأة جلست أمامه وقلبت الحذاء ديالها، هذه إشارة اجتماعية بأن هذه المرأة تشكو من عامل واحد والجامل جزء، هذا صافي يفتح لها الملف، صافي يسألها وكذا، ويسول الرجل ويجمع بيتهم ويوفق بيتهم. وإذا كان خلاف، وإذا كان شقاق، وإذا كان شعرة، فالمهم أن المسلمين يجب أن يسعوا إلى تكوين بيوت إسلامية ناجحة فيها الرحفة وفيها المودة. وسوف ترون بهذه البيوت كم تخدمونها الإسلام، البيوت المستقرة. شحال من واحد راه، شحال من واحد مرأة ولا تالفة ولا كاين عندهم واحد الصور على المتدينين قبيحة جدا، متدين ومزير وغادي يزير على مرته وغادي كذا وكذا، لكن شحال من سيجيو البيوت المتدينين، يجيو بيوت مستقرة والمرأة مهدئة والمرأة تحب الزوج ديالها والزوج يحب زوجته، وتقول أنا اللي كنت ندير ذاك السكايري وذاك المفلس وذاك المسخوط، أنا اللي كنت غلطة ماشي هذا اللي، لأن الناس كاين عندهم اللي يقولوا بأن متدين المرأة ما تزوجوش، متدين اش غادي يخليها ما تمشي للسينما ما تمشيش للبحر هكا يقول لهم فيك فتات تمشي لا هي لا السينما لا البحر، بقى كل يوم ينفخ لها وجهها كل يوم سكران كل يوم تقول هذا كن هذا الواقع المجتمع هكا يشوف. فاعطيو نماذج، اعطيو امثله لهذا البيوت، لاننا كل من كل الاشياء يجب ان نخدم الاسلام بكل الجهد. والبيت الاسلامي خير دعوه الى الله عز وجل، اللي جاوا يدخلوا له شافوا فيه امراه فرحانة بالبيت ديالها، فرحانة بالزوج ديالها، والزوج فرحان بزوجته، راه مجموعة ديال الفساق والفجار يقول يا ليتنا كنا بحال هذوك الناس اللي كنا نسميهم متزمتين ورجعيين، لأن بيوتهم بيوت ناجحة وبيوت قوية. أما البيوت الأخرى فهي بيوت أوهام من بيوت العنكبوت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام وسلام الحمد لله بعد.